أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع ما بين مصر وتونس. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس التونسي قيس سعيد على هامش مشاركته في القمة العربية بجدة. وخلال لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أكد الرئيس السيسي الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكدا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان.